موضوعنا النهاردة هنحل مشكلة عدم ظهور منظار ملف الشخصي على التيك توك. تابع معي. السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي، قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هنحل مشكلة عدم ظهور منظار ملف الشخصي على التيك توك. أشخاص كتير بتعاني إن مش موجودة عندي الميزة دي، الميزة دي كانت موجودة عندي واختفت. أول ما عملت الحسابات الميزة اختفت، أول ما عملت الحساب مش موجودة. طب أقولك بقى حاجة، إن دلوقتي في الحسابات الجديدة الميزة مختفية، يعني دلوقتي اي حساب جديد، مش كل الحسابات، مش كل معظم الحسابات بتختفي فيها الميزة دي، بمجرد ما انت عملت الحساب وانشأت الحساب بتكون مش موجودة الميزة دي. طيب ايه الحل؟ الحل مفيش قدامي غير حل واحد وانا هعمله دلوقتي معاك. ياريت تعملي لايك واشتراك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك. ويلا بينا على التيك توك. كل علينا بروح على التيك توك بالشكل ده. طبعا بنروح على حاجة اسمها الملف الشخصي، علشان هي طبعا بتكون موجودة على الملف الشخصي. نضغط على الملف الشخصي كده، طبعا هي بتكون موجودة جنب الاسم، وانا طبعا مش ظاهرة عندي، اختفت من فترة عندي. وطبعا كل علينا بعمل سكرين شوت بالشكل ده كده، ان مش موجودة عندي منظار ملف الشخصي. بمجرد ما الدعم هيشوفها يعرف ان مش موجودة، طبعا هي اختفت من الحساب لان هي بتكون ظاهرة جنب الاسم. كل عليا بقى ان انا بضغط على الثلاث شرط دول، وبعدين ببدا ان انا اروح على الاعدادات والخصوصيه. كل عليا ببدا ان انا انزل وبروح على حاجه اسمها الابلاغ عن مشكله. الابلاغ عن مشكله ببدا ان انا اضغط عليها بالشكل ده، ببدا ان انا انزل وبروح على الحساب والملف الشخصي وبضغط عليه. هنا طبعا بننزل كده مش هتلاقي موجود يعني الحاجه اللي انا عاوزاها او زيارات الملف الشخصي. بروح على تعديل الملف الشخصي بضغط عليه. طبعا هنا مش موجود برضو زيارات الملف الشخصي، كل عليا بضغط على اخر وبختار. هيظهر لك بالواجهة دي كده، كل عليا هل تم حل مشكلتك؟ بنقول لهم لا. ببدأ ان انا انزل كده وبختار عرض الملاحظات زي ما انت شايفين. طبعا انا كنت يعني ارسلت لهم قبل كده، وطبعا هم الميزة مش متاحة. طبعا انت هتلاقي هنا، لو انت لاحظت هتلاقي هنا الابلاغ عن مشكلة، لو ضغطنا عليها بنلاقي التقديم وبتضغط عليها بيجيلك رسالة. بنعمل ايه في الرسالة؟ بتكتب في الرسالة طبعا انا كنت مقدمة قبل كده، المشكلة ما اتحلتش عندي. طبعا عرض الملاحظات، تعالوا كده نشوف انا كتبت لهم ايه. انت بتكتب لهم بقى في مربع كده، هتضغط على المربع ده وتضيف لهم الصورة بتاعتك بتاعت المشكلة بتاعت زيارات الملف الشخصي ان هي مش موجودة اللي عملنا لها سكرين. وبنكتب لهم طاب يومك تيك توك، انا لا يوجد عندي من شاهد ملف الشخصي، ارجو حل المشكلة في اسرع وقت وشكرا تيك توك. وطبعا هنا ما ردوش عليا لسه. وطبعا الميزة بتختفي بعد 5000 متابع، لو انت اقل من كده ارسل الرسالة. لو انت بعد 5000 متابع طبعا ارسلها، مفيش مشكلة، ممكن ان هم يخلوا الميزة متاحة تاني، ممكن يعني يخلوا الميزة متاحة، لكن بعد 5000 بتختفي الميزة تماما من الحسابات. وانا دلوقتي 13000 فهي اختفت من عندي. فلو انت تحت 5000 انت ترسل لهم وبيرجعوا لك الميزة تاني. وطبعا بتضغط على ارسال وبتنتظر الرد من الدعم. وطبعا هنا ما ردوش عليا لسه للأسف. انت لو ما ردوش باللغة العربية ارجع تاني، عيد الارسال تاني باللغة الانجليزية وبس كده. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.